اليوم الجمعة 24/11 مفروض إنه الهدنة بدأت، الهدنة الإنسانية. حاليا إحنا في منطقة على بحر مدينة خان يونس في انتظار الحصول على التنسيق للانطلاق لمدينة غزة لإجلاء المصابين والجرحى والمرضى من مستشفى المعمداني. الكلام صار على أساس إنه يتم إجلاء 20 مصاب وجريح أو مريض مع واحد تقريبا من ذويهم أو الأشخاص المرافقين لهم. إحنا في انتظار الحصول على التنسيق حاليا للانطلاق لمدينة غزة. السيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الموجودة حاليا هي 10 سيارات إسعاف من مدينة خان يونس. صباح الخير. احنا اليوم في منطقة بالقرب من مقر الأمم المتحدة على بحر مدينة خان يونس. اليوم الجمعة 24/11، مفروض انه الهدنة الإنسانية بدأت الساعة 7 صباحا. تحركت 10 سيارات إسعاف من مركز مدينة خان يونس، مركز إسعاف مدينة خان يونس للمنطقة اللي احنا فيها، على أساس الانطلاق برفقة سيارات وموكب الأمم المتحدة لإجلاء تقريبا 20 مصاب وجريح ومريض من مستشفى المعمداني في مدينة غزة. احنا الآن بانتظار الحصول على التنسيق للانطلاق لمدينة غزة. بنتمنى طبعا انه طواقمنا تروح وترجع بالسلامة، ما يصير في لهم اي احتجاز او ضرب زي الحالات اللي صارت مسبقا، ما يصير في اعتقال لاي زميل من زملائنا. ان شاء الله كلهم بيروحوا وبيرجعوا وبيجلوا المصابين اللي في حاجة للرعاية الطبية العاجلة.